كنتم مرحبا بكم هنا في النصف الآخر من ربع نهائي مسابقة الأندية الإنجليزية وبطولة رابطة الأندية الإنجليزية، ومن خلال أحداث هذه المواجهة هنا في ديربي لندن، في ديربي شمال لندن، وفي ملعب الإمارات، الملعب الخاص بالأرسنال، حيث أرسنال يستضيف توتنهام في ظرف أقل من 3 أسابيع بعد لقاء الفريقين في بطولة الدوري والذي انتهى ب4 أهداف مقابل هدفين. لكن الآن بعيدا عن بطولة الدوري، في بطولة استعصت على أرسنال وأرسن فينجر خلال السنوات الماضية، وآخرها فشل الانتصار والتتويج في الموسم الماضي بعد أن وصلوا للمباراة النهائية. وآخر ألقاب أرسنال في هذه البطولة كان قبل 25 سنة من الآن، وبالتحديد في إيميريك أوباميانغ، بالإضافة إلى حارس المرمى اللي هو بيتر تشيك. هذه تشكيلة أرسنال في مباراة اليوم. حارس مرمى الأرجنتين، كرة بمحاولة رأسية خطيرة، كرة خطيرة جدا في اللقطة والمحاولة الماضية إلى خارج أرضية الميدان، وصلت إلى ركلة مرمى عند جازانيغا، حارس مرمى الأرجنتين ونادي توتنهام أمام بين ديفيز وأرسنال وتوتنهام بال4-3 أو ال4-2 خطأ على اللاعب الأوروغوياني توريرا. أرسنال الرجل صاحب 22 سنة والقادم من سبادوري جهة اليسرى نيجيريا يوبي، محاولة تقدم، تسديدة قوية، كرة بمحاولة رائعة جدا في اللقطة الماضية بأقدام آرون رامسي، مرت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرة. شوف التمريرة ما بين الاثنين، العداوة الأولى بين جماهير الفريقين في عام 1900. يعيد الكرة والمحاولة الماضية إلى حارس الفرنسي العربي المغربي، أمامية ملعوبة من ماتيو غندوزي، لكن أيضا إما أن يعود إلى أصله أو أن يبقى مع جنسية. كرة إلى إيريكسن، محاولة ملعوبة تأتي، اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى. هذه لكن ليس بشكل مستمر على مستوى منافسات خسر أرسنال، لكن الكرة بمحاولة في منطقة الجزاء الرأسية، أبعدت الكرة في أرضية الملعب، وصلت الكرة بعد ذلك إلى ركلة مرمى. هذه محاولة توتنهام، كرة من الجهة اليمنى، تريبير على رأس، هنا أعتقد جول، جازانيغا في لحظة الحديث المناسب يتصدى للكرة وللمحاولة الماضية، غاية من المقدمة، كرة تلعب، لكن أيضا التدخل يأتي في الكرة والمحاولة الماضية. بداية هذا الموسم صاحب 30 سنة سوكراتيس في تشكيلة فريق توتنهام، تعود المحاولة من جديد، عرضية في منطقة الجزاء عن المرمى، لكن الأفضلية موجودة بكرة في منطقة الجزاء عند الدقيقة 20 بنتيجة التعادل السلبي الذي ظهر لننتظر في مباراة اليوم. كرة تصل بأقدام أيوبي، أمامية لكن سهلة بعد ذلك، خطيرة، وصلت إلى سون الكوري، الكوري، أوهو، سون يضرب، والسبيرز في المقدمة، يسجل الكوري الجنوبي سون يونغ مين، ويضع الكرة في شباك بيتر تشيك. هذه المحاولة بداها جازانيغا الحارس الأرجنتيني، وبعد ذلك وصلت إلى من؟ الله، على ديليالي، لا وجود فيها للتسلل، يتقدم سون ويواجه بيتر تشيك، أوه، الله 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 الله، كرة القدم حيث السهولة، السهولة وأبسط الطرق من أجل الوصول إلى المرمى، لمسة من حارس المرمى، أخرى من إيريكسن، ثالثة من سون في المرمى، يسجل، يعلن التقدم لمصلحة السبيرز، افتتح التسجيل لمصلحة أرسنال قبل أن يعادل إيريك داير في ذلك.